اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا جبت لكم ايه النهارده؟ بيبا بيك. الله دي شكلها جامده جدا، هنفتح بقى النهارده البيت بتاعها. بصوا دي بقى عيلتها كلها، مامتها وباباها واخوها الصغير، وهي بقى ايه بيبا بيك دي تحت اللي هي لابسه اورنج. ونفتح بقى بيتها النهارده ونركبها وفي مكان نشيله منها. الله دي شكلها فعلا هتكون لعبه حلوه قوي، البيت بتاعها الرهيب. بصوا الله دي بقى مامتها وباباها واخوها الصغير، وهي في البيت بتاعهم الرهيب. وهم بقى عندهم العربية بتاعتهم كمان، بيمشوا ويتمشوا ويروحوا بقى يسافروا بيها اماكن كتير. شكلها فعلا لعبة حلوة جدا، متشوق قوي ان انا افتحها واتفرج على اللعبة دي من جوه. بصوا دوت الاب بقى كبير، بصوا ايه ده، عنده كرش كده تخين قوي، ماسك الكرش بتاعه لونه ازرق، وهنا عنده شنب بقى كده طالع من وشه، مش عارفه ليه ما حلقش دانه قبل ما يطلع في الفيديو، يعني جايبينه كده من غير ما يظبط نفسه. اوكي نحطه بقى كده على جنب، لابس كمان نظاره مبين عينيه بالعافيه، يا عيني ده شكله مش قادر يتحرك. بصوا بقى هنا الام عندها كرش برضو، بس كرشها اصغر شويه من جوزها، ومش عارفه تقريبا واخده بوكس بنيه تقريبا لونها موف. وهنا بقى دي البنوته برضو تقريبا ابوهم ضربهم كلهم، ودي برضو رجليها بتتحرك يمين وشمال وماسكه برضو كرشها. وبصوا بيبي فظيع معاه كروكودايل، تمساح صغير، دي اكيد اللعبه بتاعته، برضو بيحرك رجله. واو شكله فعلا هيكون ايه، خنزير جامد جدا. طيب دلوقتي بقى ده السلم بتاعهم. اوكي ده بقى البيت، بصوا شكله حلو ازاي، هنفتحه بقى بالقفل كده ونتفرج بقى عليه من جوه ونشوف شكله عامل ازاي. الله انا متحمسه قوي، ده ايه ده في اربع اوض. اوضه بقى تحت للمطبخ، وهنا بقى دي العليقه اللي بنمسك بقى بيها البيت كله بيترفع منه، هنركبها بقى كده ونشد البيت كلها بيه. اوكي بعد ما خلصنا ركبنا بقى العليقه نقعد نركب بقى ايه مكونات البيت. اهي بصوا بتمسك البيت بقى كده من فوق، وبعدين بصوا هنشد بقى ده كده. واو هنا بقى ده السرير، وبصوا عليه المخدة عليه الكلب الفظيع. هنا بقى ده سريرين لبيبا بيك واخوها الصغير، وهنا بقى ده البانيو اللي بيستحموا فيه، بنحطه طبعا بقى في الحمام. بصوا الحمام في الدور اللي فوق اهو، وتحت المطبخ، وهنا اوضه النوم، وتحت الليفينج اوضه المعيشه. دلوقتي بقى فتحنا ده الكرسي بتاع ايه، نحطه في المطبخ ولا نحطه في الليفينج؟ نحطه في الليفينج، ونحطه بقى السرير في اوضه النوم، ونحط الكرسي التاني ده برضو في المطبخ، قصدي في الليفينج، وده التلفزيون تفرجوا بقى عليه. الله ده كمان في عليه بيبا بيك. وهنا بصوا بقى ده كيس فيه كمان ايه، فيه السلم عشان يطلعهم على الدور التاني، ولا عشان يطلعهم لا ده بتاع السرير بيتركب بقى كده عشان ايه بيبا بيك تقدر ان هي تطلع على السلالم كده، تطلع على ايه السرير من الدور اللي فوق. عجبني جدا السرير بتاعهم، بصوا بيتركب بقى كده كويس. اهو كده واو شكله فعلا جامد جدا. بعدين هنفك بقى الكيس اللي تحت ونشوف الحاجات اللي فيه. هنا بقى في الترابيزة بتاعت المطبخ، وهنا في ترابيزة تانية وترابيزة تالتة، وكراسي بقى بتاعت المطبخ كله. وهنا بقى ده الايه السلم طلعنا على الدور التاني. وكده نكون خلصنا البيت كله، اتفرجنا على كل المحتويات اللي فيه وركبنا كل حاجة. بصوا بقى دي الارضية كلها بتاعت البيت كله، واو دي شكلها فعلا ارضية جامدة جدا، في واحد عشان المطبخ وواحد عشان الحمام. بصوا بقى حطيناه اهو، بصوا قاعدين بقى في المطبخ بيتغدوا، وفي اوضة الليفينج بقى في الارضية بتاعتها لونها ازرق، واحنا بقى دي ارضية تانية عشان يطلعوا بقى بيها على السلم، وهنا بره الجنينة، والدور اللي فوق بقى في اوضة النوم وفي الحمام.
واو دي شكلها فعلا لعبة حلوة جدا، انبسطت بيها قوي وعجبتني جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بصوا دي اسرة سعيدة كلهم قاعدين مع بعض، عيلة الايه بيبا بيك. انا على نفسي انبسطت بيها قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. قولوا لي بقى رايكم بقى فيها في الكومنتات. طبعا على قناة العاب الاطفال نجيب لكم قصص تانية كتير لبيبا بيك. واو فعلا لعبة جميلة جدا، عجبت بيها قوي وشكلها شكل فعلا من الايه البيبي بيك بعيلتهم كلهم يجنن، وشكلهم كوميدي قوي بالكرش بتاعهم وكلهم ماسكين كرشهم. كانت فعلا لعبه بتضحك قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. واستنى الكومنتات بتاعتكم، بليز متنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا اصحابي، باي باي.